بابي لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فائزة الفاسية. مرحبا بالناس جداد اللي تيتابوني عندي كل نهار، تيتيقوا فيا وفي لاشين ديالي، شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة اللي سهلة وبسيطة، راكم عارفين مع الحرارة اللي طلعت في فاس ويمكن في بزاف ديال المدن المغربية. المهم تنتفاداو ديك المرقة وديك الشي، تنديرو شي حوايج اللي ساهلين وبساط. المهم ندوز نيشان نعطيكم المقادير ديال السلطة ديالنا وطريقة ديال التحضير. وراه بالنسبة للمقادير سهلة، دونك هنايا عندنا شوية ديال البطاطا، أولا بطاطا مقطعة طريفات حبة وحدة مقطعة على هاد الشكل مربعات، وعندي هنايا شوية ديال الرز تقريبا القياس ديال زلافة ما عامراش كما تتشوفو، اللي غسلتو مزيان وخليتو يفزك. تقريبا تتغسلو 7 المرات باش تتحيد منه كاع ديك المواد اللي ما صالحاش. وهنا كما تتشوفو عندي باربة وحدة حتى هي اللي سلقتها وخليتها، عندي شوية ديال الطون، شوية ديال الفلفلة اللي قطعتها على هذا الشكل، وعندي البصلة، بصلة وحدة صغيرة ومطيشة، وشوية ديال المعدنوس. بالنسبة للصوص غادي نحتاجو غير الملح والبزار وزيت الزيتون اولا الزيت البلدية، وصافي غادي ندوز باش نوريكم الطريقة ديال التحضير. أول حاجة نبداو بها كما تتشوفو جبنا واحد الكوكوط صغيرة، تنديرو فيها شوية ديال الماء وتنضيفو عليه شوية ديال الملحة، وهنا غادي نضيفو شوية ديال زيت الزيتون أولا زيت البلدية. بيان سور تنضيفو هاد شويه ديال الزيت باش ما تفيضناش ديك الكوكوط. معروف هاد السلطه اولا شلاضه في كاع المدن المغربيه، هي هو كل واحد والطريقه ديالو، زعما كل واحد وكيفاش تيقدمها اولا كيفاش شنو تيدير فيها. هي غنيه فيها بزاف الفيتامينات وصالحه في هاد الحراره. وهنا كما شفتو ضفت زلافه ما عامراش ديال الرز اللي كنت خليتو فزك واحد شويه، ما تنقطوش ونديروه نيشان، خاصو يفزك شويه ديال الماء. وصافي هنايا غادي نضيف معاه غادي نضيف بطاطا نيشان، لان تقريبا الوقت اللي غادي يطيب فيه الرز هو هذاك اللي عطيب فيه حتى بطاطا، تياخذوا تقريبا نفس الوقت. هنا كيما شفتو عندي بطاطا حبه وحده قطعتهاش على شكل مربعات صغار، صغروها شويه باش دغيا طيب لكم مع ديك الرز، وتنضيفو عليهم شويه ديال المعدنوس اللي مقطع على هذا الشكل هذا، وصافي تنقفلو عليها مباشره تقريبا واحد 10 دقائق الوقت اللي يكون طابنا الرز وبطاطا. صافي هنا غادي نقفل عليها وغادي ندوز نحطها فوق النار ونكملو الطريقة ديال التحضير. فوالا احبابي كما تتشوفو من بعد ما تسلق لي الرز مع بطاطا وشوية ديال المعدنوس تيجي على هاد الشكل هدا. غادي ندوز نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالي. المهم انا تنقدمو على هذا الشكل هذا، جبت واحد البول اللي صغيوره وتنعمرها مزيان ديك الرز اللي مخلط مع بطاطا، وتنبدا نضغط عليها على هذا الشكل هذا مزيان. هانتوما كيما تتشوفو تنضغطو عليها وتنعمرو ديك البول مزيان، يعني ما تنخليوهاش خاويه باش تجينا في الشكل زوينه وما تطيحش ما تتفرتتش. صافي هنايا عندي الطبسه ديال التقديم اللي غادي نقلب فيه مباشره ديك البول، وهانتوما كيما تتشوفو الشكل ديالها تيجي بحال هكا، تتبقى شاده في راسها يعني واخا تحركوها ما تخافوش انها زعما تطيح لكم. وغادي نبدا نزينها طريفات ديال مطيشة أو الطماطم اللي قطعتها على هاد الشكل هذا، يعني قطعتها على شكل طولي هي وهي والبصلة، تنقطعهم رقاق باش ما تيجيوش في المذاق يعني مجهد، راكم عارفين البصلة باش ما يجيش المذاق ديالها حاد في الماكلة.
وهانتوما تنضيف عاوتاني شويه ديال الفلفله اللي قطعتها دويورات حتى هي رقاق. وهنايا عندي شويه ديال المكور اللي قطعته حتى هو على هذا الشكل، نسيت هذا ما ذكرتوش مع المقادير. المهم تنضيفو غير واحد شويه، حتى هو مفيد بزاف وفيه بزاف الفيتامينات. وتنقطع هكا رقيق باش حتى الناس اللي ما تيقدروش ياكلوه يقدروا ياكلوه فهاد السلطه او السلطه. وصافي تنبقى نقاد بحال هاد الشكل هذا. و بيان سور الناس اللي تيديروا ان ريجيم او للريجيم من الاحسن ما يديروش كاع العطريه نهائيا، يعني ما يديروا حتى حاجه، حتى الملحه يديروا واحد شويه البزار بلاش، والزيت ديروا زيت الزيتون اللي تجي زوين. وهنا كما شفتوا بالنسبه للباربا راني عندي مسلوقه حيت بحتها بوحدها، وزدت عليها شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. هذه الطريقه يمكن ما معروفاش في كل المدن المغربيه، هذه الطريقه اللي فاسيه اللي هي باربا. حنايا متعودين تناكلوها بالسكر والقرفه، يعني حلوه، حنا تنديروها مالحه، تجي حتى هي رائعه وفوائد ديالها كثيره. المهم هاد السلطة غنيه جدا بالفيتامينات وداكشي. وهنا تنضيفوا لمسه اخيره اللي هي شويه ديال زيت الزيتون، وتبداو نخلطوها وتنضيفوا حتى شويه ديال المعدنوس. هاد الطريقه الباربا جربوها متاكده غادي تعجبكم، يعني بطريقه مختلفه ومالحه تجي حتى هي رائعه. نبدلوا شويه السيستم، تنديروا ديما يعني الباربا بنفس الطريقه تنديروها حلوه. هنايا جربوا الطريقه هذه تجي رائعه. وكاين ناس اللي تضيفوا لها حتى البصله مشلضه رقيقه تجي حتى هي زوينه في المذاق. انا هنا محيت زوقت بشويه ديال البصله فضلت ما نديرهاش في ديك البارب. وصافي كما شفتوا حركتها مزيان مع ديك العطريه، وغادي نبدا نضيفها في الجوانب على هذا الشكل هذا. وكما تشوفوا حتى اللون تيعطي واحد يعني اونفي الواحد انه ياكل، تيجيوا الالوان زوينين حمر الخضار والكرونه. المهم درتها معكم في الجوانب. وهنا اخر مرحله عندي شويه ديال الطون، غادي نضيفو غير في الوجه اولا في الوسط ديال ديك الروز على هاد الشكل هذا. الناس اللي ما تيعجبهمش الطون يمكن لهم يستغناو عليه ما يديروش. وهنايا غادي نجيب طريفات ديال الكاشير اللي قطعتو بواحد القطاعه كما تتشوفوا على هذا الشكل، تيجي مشنفين ديك الطريفات تيعطيو منظر حتى هما زوين للشلاطه ديالنا. وتنبدا نستفهم بحال هكا في الجوانب، يعني وصفه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. يمكن لكم ديروها حتى في واحد الوقت اللي قياسي، يعني الناس مثلا اللي تيجيو عندهم ضياف على خفله ولا هادي، ما كاين ما احسن من هاد السلطه، تجي رائعه لا في شكل ولا في مذاق. تنصحكم انكم تجربوها. وهنايا كلمس اخيره غادي نصوب لاصوص اللي غادي نضيف في الوجه اولا في لاصالات ديالنا، اللي تتكون من شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وزيت الزيتون. كما شفتوا هنايا عندنا كلشي يعني صحي، حتى في العطريه ما درنا حتى حاجه فيها عطريه يعني كثيره اولا بزاف، غير شويه شويه شويه. وهنا هاد لاصوص غادي نضيفوها لان كما شفتوا يعني مطيشه وبصله ومكور ما فيهم حتى شي صوص ولا حتى شي عطريه، غنضيفوها من الفوق باش يعطينا مذاق زوين وتتخلي ديك الشلاطه يعني تدوز لنا. صافي هادي لاصوص واجده.
وهانتوما تتشوفوا تنضيف بحال هكا غير واحد شويه في الجوانب وفي الوسط باش كل الخضره اللي عندنا يوصلها بيان سور ديك لاصوص. وانا تنعاون ناكد عليكم راه يعني شلاضه اولا سلطه معروفه غير كل واحد الطريقه ديالو. انا اليوم صوبتها لكم على الطريقه ديال فائزه الفاسيه فامي. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. هنا قدمتها مع شويه ديال الحوت باني. دابا نوريكم الطريقه ديالو ان شاء الله في فيديو جاي. وكيف تتشوفوا لا سالاد هنايا درنا شويه ديال لا داند اللي صوبتو على الطريقه ديالي. ان شاء الله فيديو قادم نوريكم حتى هو الطريقه ديالو. وقدمنا هذا الشيء على هذا الشكل يعني جا خفيف ظريف كل شيء جا زوين وناشف. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقه ديالي. وشكرا لكم. خليو لي لايك ديالكم وبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد ديالي.